لو انا بتكلم على المونيتور بتاع الكوندكتيفيتي عموما، كوندكتيفيتي ميجرمنت از ان استيميت اوف ذا توتال ايونيك كونتنت، اوكي، داز نوت ميجر اور ريفلكت سبيسيفيك ايونز. دي حاجه مهمه جدا زي ما كنت بقول. يعني انا دلوقتي لو انا عندي حطيت حاجه او حاجه ثانيه بنفس الايونيك سترينث، الكوندكتيفيتي ما بتشوفهاش خالص، اوكي. فنقطه ان انا ببقى واخد بالي من الموضوع ده كويس قوي عشان ما افتكرش ان الكوندكتيفيتي دي بتديني انديكيشن حاجه محدده، اوكي. لا، انا ممكن لو بدلت حاجه مكان حاجه تماما مش هتفرق خالص بالنسبه للكوندكتيفيتي لو ليهم نفس الايونيك سترينث. يعني لو زودت قوي البوتاسيوم وشلت خالص الصوديوم بنفس النسبه، اوكي، بلاقي في الاخر الكوندكتيفيتي ما اتغيرتش. فدي حاجه خطيره جدا لازم اكون واخد بالي منها. طبعا الايونيك كوندكتيفيتي دي بنقيسها بالملي مو، اوكي، هي مو دي عكس اوم عشان هي واحد على الريزيستيفيتي كده كده، يعني واحد على الريزيستنس. فبتبقى عاده بتقاس ملي مو بير سنتيمتر، او بنسميها ملي سيمنز، يعني ساعات المو دي بنسميها سيمنز، اوكي، بتبقى ملي سيمنز بير سنتيمتر، اوكي. بيبقى عاده عندنا رينج كده عاده من مثلا من 13 ل 15 او حاجه زي كده، المفروض انها تبقى في حدود ال 14 ولا حاجه. بيبقى عندي ده بيعتبر السيف رينج بتاعي، كويس. لو حصل انها طلعت بقت اقل من الرينج دوت، بقت 11 مثلا، او بقت اعلى من الرينج ده بقت 16، لازم يبقى فيه الارم كونديشن يحصل. لازم يبقى فيه مثلا عندي السرينه اللي هي زي بتاعت البريس ناجده المحطوطه فوق المكنه دي لازم تنور احمر مثلا، ولازم يبقى فيه عندي صوت ان فيه الارم موجود او فيه خطوره موجوده على البيشنت في الوقت ده. وفي الحاله دي وانس ان احنا عملنا ديتكشن لوجود امبروبر كونداكتيفيتي، لازم اعمل على طول باي باسنج للدايليزيت الموجود ده عشان ما يعديش على الدايلايزر، اوكي. لو عدى على الدايلايزر بالكونتاكتيفيتي اللي مش مظبوطه دي ممكن تعمل خطوره على حياه المريض.